26 محتجزا تعرضوا لأساليب تعذيب مروعة شبيهة بالأساليب المستعملة في أسوأ السجون سمعة في سوريا. هذا ما جاء في تقرير صدر أمس عن منظمة العفو الدولية ترصد فيه سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوى الأمن اللبنانية ضد لاجئين سوريين كانت قد اعتقلتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. تفاصيل أوفى عن التقرير مع رانيا الدريدي ثم نبدأ النقاش. لم تكن السنوات العشر الماضية هينة على السوريين من ظل منهم في الداخل أو من اضطر منهم للهجرة واللجوء. ففيما واجه السوريون في وطنهم آلة الحرب بكل أنواعها، تعرض اللاجئون منهم لصنوف أخرى من المعاناة. في تقرير نشر أمس لمنظمة العفو الدولية وثق انتهاكات طالت 26 لاجئا سوريا بينهم 4 أطفال تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال 6 منهم قيد الاعتقال. وأشار إلى أنه يستند إلى مقابلات أجريت مع محتجزين سابقين وحاليين ومحامين وعبر الاطلاع على وثائق قانونية. المنظمة كشفت عن اعتماد قوى الأمن اللبنانية بعضا من أساليب التعذيب المستعملة في أسوأ السجون السورية من أجل انتزاع اعترافات من لاجئين سوريين تم توقيفهم تعسفيا خلال السنوات الماضية. وفي معظم الأحيان، يضيف التقرير، كان التعذيب يستمر ويتكرر في مركز مخابرات الجيش في أبلح أو في مكتب الأمن العام في بيروت أو في وزارة الدفاع. وتضمنت أساليب التعذيب الضرب بالقضبان المعدنية والكهرباء وحتى بخراطيم المياه وغيرها. كما تم توثيق إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءة اللفظية في الحجز، وأرغمت إحداهما على مشاهدة عناصر الأمن وهم يعذبون ابنها. ووثقت 9 حالات تم إلصاق تهمة الإرهاب بهم لمجرد تعبيرهم عن معارضتهم للنظام السورية. وحرم المحتجزون من المحاكمة العادلة وفق العفو الدولية التي أشارت إلى أنه في حالات عديدة اعتمد القضاة اعتمادا شديدا على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو على أدلة استمدت من مخبرين غير جديرين بالثقة. فقد أكد 14 محتجزا على الأقل بأنهم اعترفوا بارتكاب جرائم لم يرتكبوها عقب تعريضهم للتعذيب أو التهديد. وفي 23 حالة من الحالات الموثقة حكم المحتجزون بينهم طفلان أمام المحاكم العسكرية في انتهاك للمعايير الدولية التي تعارض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وفي 3 حالات على الأقل صدرت أوامر ونفذت في حالة واحدة بالترحيل القسري للمحتجزين إلى سوريا في إخلال بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي الذي يحظر على الدول إعادة أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه فعليا لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. شكرا لرانيا على رصدها إذن المعلومات التي وردت في التقرير، وهي معلومات موجعة بكل تأكيد. لنتحدث عنها تنضم إلينا من بيروت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. أهلا بك أستاذة لين معنا. إذن هذا الأسلوب، أسلوب التعذيب الممنهج الذي يعني مورس ضد مجموعة من اللاجئين السوريين، هل كان يستهدف بالفعل فقط اللاجئين السوريين أم أنه أسلوب معتمد في السجون اللبنانية؟ شكرا للتقرير ولمعالجتكم للتقرير ولاستضافتي. هلا نحن مش عم نقول انه في ممارسه يعني في نمط ممارسه يما ممنهج. نحن عم نقول انه بكفي هدول الحالات يلي قدرنا نوثقها، ومن بينها كمان عم نتكلم مع محاميين يلي هن بيدافعوا عن يعني مئات اللاجئين السوريين يلي هن كمان تحت تهم معتقلين
تحت تهم الإرهاب، وعم بيقولوا إنه كل المستجدات يلي لقيناها بتتطابق كمان على كل القضايا اللي هن بيمثلوها، يعني ممكن يكون في مئات الحالات من هالنوع يلي هي يعني جميع المخالفات يلي نحن ضوينا الضوء عليها. هلا من ناحية تانية، منظمة العفو الدولية عم دائما عم ترفع الصوت وقت عم تشوف في حالات تعذيب، ومنشير دائما إلى إنه لبنان وقع الاتفاقية ضد التعذيب بال 2000، ويعني وطلع المرأة القانون بال 2017، مش من زمان، ولكن لليوم ما صار في بعد ولا أي تحرك قضائي بشأن ملفات تعذيب يلي طلع من وراها، يعني أدت إلى محاسبة نعم. الأشخاص المتهمين بالتعذيب. نعم، تابلين، كيف تم رصد هذه المعلومات الخاصة طبعا بعمليات تعذيب مورست على مجموعة من اللاجئين السوريين، خاصة وأن التقرير كشف بأن السلطات اللبنانية منعت وجود محامي لأي لاجئ من هؤلاء الذين اعتقلوا طبعا بتهمة الإرهاب؟ اي اكيد. هلا نحن من منهجيه عملنا بنحاول لقدر الامكان، يعني وقت نطلع بمستجدات بنكون حققنا فيها من كذا، يعني من كذا مصدر، كلهم يعني مستقلين عن بعض. نحن يلي عملناه بهذا التوثيق انه اول شيء تحدثنا مع المحاميين، كان في محاميين من بعدين، يعني من بعد ما وصلوا للمحكمه. نحن يلي كان عم نقول بالمخالفات انه الأشخاص يلي توقفوا ما كان، يعني ما كان أول شيء ما كان لهم حق يحكوا مع حدا خارج مركز الاعتقال، ولا يتصلوا بأهاليهم، ولا هن من حقهم إنه يكون في عندهم محامي عم يدافع عنهم من أول الطريق. هيدا الشيء ما كان موجود. بقى يلي نحن عملناه يعني للتوثيق بهيدي القضايا، أول شيء حققنا بالمستجدات، يعني الوثائق القضائية، التقارير القضائية اللي طلعت، تواصلنا مع المحاميين أكيد، واتصلنا وحكينا مع اول شيء افراد، يعني افراد عائله الاشخاص يلي هن يمكن معتقلين اليوم، وتكلمنا مع اشخاص معتقلين حاليا. نعم، طب لين يعني نشر تقرير كهذا بالتأكيد مفيد جدا إن كان في لبنان أو في أي مكان في هذا العالم، لكن اليوم بما يخص الحالة اللبنانية، يعني هل هذا الأمر قد يعني يؤدي إلى نتيجة ما، إلى حل ما، إلى محاسبة ما، خاصة بالنظر لما يعيشه لبنان اليوم من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية بشكل خاص؟ يعني كل الأزمات اللي عم بتعيشها لبنان اليوم تجي تحت إطار الإفلات من العقاب، مرور العقوب، يعني إنه إفلات من العقاب، ومن هون المحاسبة هي أول، يعني أول أهم أولوية. من هون يعني كمان كل الكلام عن استقلالية القضاء وضرورة القضاء إنه يكونوا عم يشتغلوا بشكل مستقل يلي اليوم ما عم نشوفه. ومن هون يعني أكيد في غير، يعني في غير، نحن يلي بنتمنى اول شيء انه يكون في تسليط ضوء على المعامله من قبل السلطات اللبنانيه بمراكز الاحتجاز يلي بعد اليوم ما كان عندنا كثير اخبار يا يعني معلم عنها، وفيها يكون في علم عن النمط يلي مستعمل، يلي عم نستكشفه كشفنا يعني. هل عنه شيء تعتقدين مروع لين جدا، يعني نعم هل الاشخاص تعتقدين هل تعتقدين أن بس لا علم أن لا علم للسلطات اللبنانية بهذه الأساليب التي تمارس؟ لا لا ما قصدي اكيد السلطات اللبنانيه. هلا الوزير امبارح، وزير الداخليه كان عم بيقول، كان عم يعني سئل السؤال وقال انه الوزاره ما الا هي دخل ب ب بال بمراكز الاحتجاز،
يعني نحن لا اكيد بنتامل انه مش عم بقول انه السلطات ما معهم خبر، نحن بنتامل انه يكون يسلط الضوء كمان قدام امام المجتمع المدني وامام كل الدول يلي بعدها عم بتطالب من لبنان انه يكونوا عم يستضيفوا اللاجئين السوريين وعم بيمولوا استضافه لبنان للاجئين السوريين، يكونوا عارفين كيف السلطات اللبنانيه عم تتعامل مع اللاجئين السوريين، مش بس من ناحيه صعوبه العيش يلي كل اللبنانيه واللاجئين عم بيعيشوها، بس كمان من ناحيه هالمعامله يعني المروعه بالاخص بالاشخاص يلي متهمين يعني اجت عليهم هالاتهامات. نعم طبعا، يعني التقرير ذكر اساليب بالفعل موجعه جدا، ليس فقط جسديا وايضا نفسيا. يعني هنالك ام سوريه اجبرت على مشاهده ابنها يعني يعذب. نعم، قد ايه مهم اليوم ان تتكاتف الجهود، جهود المجتمع المدني، المنظمات الحقوقيه الدوليه طبعا، لمواجهه يعني مواجهة ما يعيشه اللاجئ السوري، خاصة في بلدان تمر بأزمات عديدة اليوم كلبنان. أكيد شيء كتير مهم ومن الأولويات ومن واجب الدول ومن واجب يعني الدول والمجتمع الدولي إنه يكونوا عم يتقبلوا وعم يتأهلوا وعم يستضيفوا اللاجئين يلي عن جد بلبنان اليوم منهم بمكان أمان ولا هنن بمكان يعني محميين ضد التمييز ولا ضد إساءة العمل. لازم يكون هالشيء اكيد نحن عم نناشد فيه وعم نقوله وعم نحط يعني الدول المجتمع المدني امام كمان مسؤولياتها، لانه في يلي بنسميه انه شيرنج ريسبونسبيلتيز، كل كمان وقفوا استضافه اللاجئين صار لهم كذا سنه، واكيد هيدا منه يعني اكيد عم نطالب بتغيير هيدا النمط هيدا السياسه. نعم، مالين معلوف، إذا مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.